انا عندي اقتراح. انا عندي اقتراح. انا اقترح انه عبد الله العبيدي خلاص يكفي حكي وتغادرنا. خلاص يا الله. انا اتمنى ان عبد الله يغادر الان وكفايه الحكي اللي حكيناه، لكن ما يغادر لحاله، يغادر معه فريق المنشدين كلهم، يروحون لهذاك المكان يحضرون لسهره كذا خفيفه انشاديه مدتها 30 دقيقه مرتبه. هاي قبل 12 قبل 12. وعبد الله العبيدي يكون هو يعني له اغلب الاناشيد. قصدك ورطه خفيفه تمام. انا بصراحه نبغى نعم. ايش في يروح هناك يا عمي تكو ما في مشكله. ايش المشكله؟ لا 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 الشباب المنشدين يروحوا في الكنبه اللي عندك يا وليد يكفيهم المكان. اي بس خليها بعد ال 12 عفوا قبل ال 12 قبل عفوا قبل ال 12 بربع ساعه بالطريقه هذه صراحه. قبل ال 12 بربع ساعه لحتى يغطي الوقت ما يخالف. ابشر من هالعين قبل هالعين. ابشر استاذ وليد ما عندك وقت. الله يجزاك خير يا عبد الله العبيد. باقي ساعه. طيب بعد ساعه. اي بعد ساعه لشوي تروح تحضر ربع ساعه بعدين ترجعوا تنورونا يا قائد فريق المنشدين ما تتلحلح. لا انا معطيك راحتي. قوموا يلا قوموا. المنشدين متمكنين قادرين. تسلم لي يابا. ايوه يا منشد تسلم لي يابا. ايوه يا منشد تسلم لي يابا. يلا يا شباب يلا 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 انتم حضرون يلا عبد الله ما يبينون. انا جاهز. يلا يا عمي خمس دقائق يجيكم. انا معاك. شو قول؟ لا لا احكي. حدث عندك ما في اسرار. احكي كذا من بعيد. عندنا واحد بس يسكر جوال يا وليد معهم معهم على الجوال. يا قلت ما له داعي. دقيقه خلينا نعطي ابو عمر خمس دقائق ممكن 10 دقائق. اتوقع ان عندك ساعه نقيب. تعال طيب يا عبد الله العبيدي. فرادي نبغى اشياء جديده يا عبد الله. يلا عيال عبد الله العبيدي. عبد الله العبيدي حبيبي. فرادي يلا فرادي حبيبي حبيبي. الله يجزاك خير. سكتنا باشياء حضرنا طلع على سمعنا اشياء جديده. يلا 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 انتوا قاعدين حتى الان ما تمشي. يلا يا شباب يلا هو يكون معاه. ابو ريان الحروه عبيدي معاهم. ايوه يا ناس يلا شباب نبغى نقلب الدنيا. خلي خمسه نبغى نقلب الدنيا. يلا تعود على الشباب. ما تقوم انت عبيدي وين السلاح؟ عبيدي مكون هنا. قوم نشتغل. يلا رمشي هذا يلا خمس دقائق بروح. طيب يلا روح يا شباب. يلا يلا عبد الله واصل. هلا ايش تحلقني انت؟ اسمك عبد الله العبيدي. نعم والله بالعبيدي. والله انا عندي سؤال للعبيدي. تفضل ابراهيم. سؤال العبيدي من هو الشخص الذي اثر فيك في المجره؟ الله يجزاك خير. استفدت منه؟ حلو. كن مع الله ترى الله معك. يا عبيد يا عبيد انا عندي لك اقتراح. قم معهم يا عبيد. روح دقيقتين وارجع. يلا عبيد تمام. راح بس اتفق معهم دقيقتين وعود. روح غير جو تعال. شباب كلبشو. الله يسعدك. ايوه سيدي. سؤالي انا سؤالي اللي هاني مقبل. من هو الشخص الذي مرت احتله في المجره؟ ابو ساره. غيري طبعا. ابو ساره سؤالك كذا سوى. اي والله لقد سالت عن عظيم ابراهيم. نعم سالت عن عظيم. من هو الشخص الذي لم تستفد منه في المجره غيري انا؟ اوه يا شباب اقتراح ابو عمر. والله اقتراح. ننشد حتى احنا من جد. يعني حتى بقيه المنشدين اللي هنا يروحوا يشاركوا.
يعني انا ودي اسمع نشيد من هاني والكورال اللي موجود. تفضل ابو حذيف انا وياك. احرجتني استاذ ولي. احرجتني استاذ ولي. يلا ابو مجد طلع الكلمه. انت اهم اثنين. ليش نتكلم يا بغداد؟ ها نروح نشيد. نروح على النقيض. نطلع معه. والقاعده تقول لا إله إلا الله يا ربي الله. حياك الله يا شيخنا. هلا بأبو عمر. كيف الأمور؟ هلا بأبي عمر. الله يسعدك يا رب. طيبون. إيش تقولنا؟ إيش تعود علينا؟ إيش تبي نقول؟ توقع في عمل. انتظروك الشباب. أبو عمر قبل ما يجيبوا الشباب المنشدين أسألك وخلي إبراهيم هو اللي يجاوب الأول. أنت أني إبراهيم اللي جاوب. لا 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 يعني أنا أسألك وتفيدنا بس بعدين لا لا حاشا لله. أبو عمر مرات الواحد والله جد بحكم خبراتك وكذا الواحد يكون عنده سفر دولي. ها نسولف ولا ما نسولف؟ شباب ركزوا أبو عمر نستفيد منه في هذه الجزئية. يا ابراهيم انت وفرحت ما خلانا ما نطرح الحين يلا وذول دقيقه والراجعين لا هو العبيد اللي يرجع بس هم ربع ساعه تحضير. شكرا لايصالك. شكرا على المشوار. الله يعطيك العافيه. في برنامج اتوقع تطلع من اي باب؟ انا الاول الثاني الثالث. انا اسمع انا اتوقع انه ما يطلع من باب الطياره. انا لو اني متسابق في باب توترت هذا بس ما طلع عندنا. انا لو اني متسابق في باب المجره ما له علاقه باب المجره. انا لو اني متسابق في المجره انا اطلع من اوسع الابواب اللي هي ابواب القلوب. ابواب القلوب تخرج من حياتنا. والله اتوقع يا وليد يعني بصراحه وبكل موضوعيه وحياد أني ما أتوقع أطلع من أي باب إلى النهاية، وأتوقع أني أكون الأول أو الثاني. حلو. كلام كبير. حلو. يعني لا لا لا, لا, لا صراحة. لا لا. أنا لو كنت أنا لو متسابق. أتوقع. ما في التصيد. فوز الحارثي. ما في استنى. كم كان ترتيبك أنت؟ وأنا وغرم. أربعة. كم كان ترتيبك؟ كم قول. أنا أخذت سيارة. يعني ما لك داعي. سيارة عشان تروح فيها. ها؟ عشان تروح فيها. هاني. الله لو قالوا لك اختار واحد من المتسابقين يتقن تقديم باب المجرة من حيكون من المتسابقين الموجودين؟ آدم. يلا باب المجرة يقدمه من؟ آدم. والله صعب يا أخي. أنا ما دخلت مع الشباب زين يعني عرفت. لا لا أنا دخل معهم زين. شاور إبراهيم هو دخل معهم زين. تفضل إبراهيم. يلا بن زاكور. لا 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 بن زاكور قاعدين نحشك. ها العبيدي وصلت. انا عندي اقتراح يعني قد يعني يستفاد منه في برنامج المجرثة. لا نبقى سبعة يعني خلينا نسمع الشباب. حتما ستكون طاقات علمية موجودة في المجرف. تأتيني طلبات كثيرة من الجمهور تريد يعني يخصصون فقرات علمية ليستفاد منها. يعني فأضف عاما ومجموعا إلى المحتوى هذه الفقرات العلمية. هنا بارس. يعني اكو طاقات تريد تقدم اكثر. والله انا تجيني كم هائل من الرسائل. يا عبيدي وينك؟ يا عبيدي وينك؟ يا عمران وينك؟ يا عزرول وينك؟ يا زياد وينك؟ يقول يا شباب طلعنا يعني لازم يعني الوقت مفتوح لنا لكن في 16 متسابق لازم ايضا لهم الفرصه. فليس البرنامج كله لعبيدي، ليس البرنامج كله لعمران، ليس البرنامج كله لعزرول وزياد. يعني تحدد نصف ساعه اليوم ليوميه متسابق. وليد للجمهور ايضا له حق. اقول الاستاذ سامي شو نعم ممكن ارد بس على هذا. انا عندي رد بس بعد رد. تفضل ابو عمر. لا لا مره والله بس عمران الشباب يسمعون. تعال عمران. شباب السؤال سؤالي او اقتراحي
يعني خاصة في المجرة ثلاثة أو لما تبقى من وقت البرنامج، أن تخصص ولو فترة نصف ساعة في اليوم، وكل يوم متسابق، كل يوم متسابق يقدم ما هو مختص فيه. عبد الله العبيدي مختص في القراءة، اليوم سر عبد الله، عمران الأراكاني مختص في الإعلام وقضية، اليوم عمران، بكرة مجدي، مجدي مجدي يقدم أسس المقام، بكرة بعدها أسس الصوت فارس، بكرة الشعر معاذ، بكرة وهكذا. حتى أخونا سلطان أبو ربع الله يذكره بالخير، الخبرة المسرحية اللي عنده الموجودة عند إخواني أستاذ إبراهيم، أستاذ عمر، مروان الفرنتي، عبد الله فال، يعني كل واحد له يوم مخصص باختصاصه، يوم نصف ساعة باختصاصه. جميل، له وللجمهور. طيب اسمحنا أن نجيب. نعم، أنا يعني سأجتهد بالإجابة. يعني أولا بخصوص يعني ما يقدم في المجرة، مجرة تتبع لقناة ماسة، قناة ماسة واحدة من قنوات أو 13 قناة، كل قناة عندنا في المجد لها شريحة مستهدفة. زين، يعني ما يصلح أن نعتقد أن شريحة ماسة هم شريحة قناة العلمية. صحيح. لدينا القناة العلمية ما شاء الله مليئة بالدروس والفتاوى والتأصيل والتأصيل العلمي والمتون وغيرها. شريحة ماسة أقرب للتنوع، ولذلك شوفوا نحرص على المحتوى المنوع اللي يؤدي ويحقق رغبات جمهور ماسة. هذا واحد. اثنين، ما ذكرته أنا أظن يعني وجد سابقا حتى عرض عليكم قبل البرنامج، اللي صحيح. أي أحد منكم عنده أي شيء يرغب يقدمه مفتوح المجال ولا زال يعني. وفي كثير من الشباب إن لم يكن الجميع، أي أحد اقترح قدم ما أراد يعني. حتى هو قدم، حتى عبد الله العبيدي ما شاء الله في القراءات وكذا. يعني أقصد على ضمن الجدول اليومي يبقى يعني. فاهم يعني تريد شيء ثابت يومي؟ ثابت. نعم هكذا الثابت اليومي عندنا ما شاء الله، يوميا عندنا درس قرآن. ترى المجرة واحد ما كان عندنا درس قرآن. نعم. يومي كان إبراهيم تذكر كم مرة كان عندنا؟ السبت كان مرة، مرة في الأسبوع ثابت يعني. الآن ما شاء الله صار يومي. أيه الحمد. ودرس السيرة وجلسة السيرة يومي كذلك. تفسير. فلما أيوة، فلما يكون في البداية دورة تدريبية ساعة، ساعة ونص، ثم العصر قرآن، ثم المغرب تفسير، ثم أضيف نصف ساعة أيضا علمية، تشوف الوقت خلاص يعني مخنوق جدا يعني. فهذا طبيعة محتوى البرنامج المجرة يعني. لا يعني، لكن مثلا عمر السهلي قدم شيء فيما يخص المسرح، بعضكم قدم فيما يخص الدولة وآخرها تونس قبل شوي، دولته مثلا، في اللغة دروس في اللغة قدمها آدم وفجر والشباب وزياد وبن زاكور إلى آخر. وكل من يطرح بالعكس يرحب به جدا يعني في تقديم ما لديه. تمام والله يعني. فالمجال مفتوح للجميع. ما بالعكس، ما أعطينا شيء إذا ما مباشرة. إحنا أول شيء فرحنا بكم ونحب يعني أن نستفيد منكم أكثر، وفعلا يعني هذا اللي. نعم. سؤال إبراهيم النقيب. شو أستاذ إبراهيم شنو كان سؤالك؟ لا لا إحنا قمنا على البروفا وكان سؤالك ما. ها لا لا سؤالي. ترى هو ما شاف معاذ. ما انتبه البنزاكور بس. أنا آسف أستاذ معاذ. والله. عيوني لك. زيدان الأليا مرحبا. لا اليوم اليوم عشوية ثانية عندي بالغرفة. يوم يوم يومك حبيبي. والله أنا بس حبيبي. أكمل أكمل الكلام سامي بعد إذنك يا عادل. حبيبي بنزاكور. البرنامج المحتوى لا يمكن أن يكون المحتوى شامل العشر ساعات كلها في أي برنامج. لا يمكن أن يكون المحتوى في برامج زي برامج الواقع أن يكون شامل العشر ساعات كلها. لا بد أن تكون هناك مساحة حرة للمشاركين أو المتسابقين، وذكر ذلك زي ما قال أبو عمر قبل ما يبدأ البرنامج، في مساحات حرة قدم فيها ما تستطيع أو ما تتمنى أن تقدمه. عندك موهبة في بكمل وبعدين إيه عندك موهبة، عندك شيء تريد أن تقدمه قدمه، وفي مساحة حرة لك. لو جئت وقلت أريد أن أقدم كذا نقول لك على طول الهوى لك. ترى أصلا إحنا ما جينا هنا إلا عشان يعني إيه نعم المهارات اللي عندك موجودة، الموهبة اللي عندك، الإبداع اللي عندك، يكون لك وقت مخصص وتقدم فيه ما تريد. فيمكن بعض الشباب ما أدري هل هو عدم تجهيز أو هو يعني استحياء أنه يقدم أو أمر آخر، الله أعلم. في بعض الشباب بادروا من أنفسهم. هو البرنامج هنا
أو أي برامج واقع لا يمكن يعني أن تفرض عليك يعني العشر ساعات هذه فرضا من إدارة البرنامج، يعني تعال سو كذا الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، ولا يكون لك أنت وقت تقدم فيه نفسك. وأتصور أن الشهرين اللي مضوا وما تبقى من أيام في شباب قدموا أنفسهم ولا زال في مساحة في الوقت أنك تقدم نفسك، لكن يغلب على كثير من الشباب سبحان الله يعني خلينا نقول الانسجام الجماعي دائما مع الجماعة. معاذ جاء وقدم دورة، عبد الله العبيدي قال أنا بقدم دورة خط، اليوم زياد مزغني قال أنا اليوم بكلمكم عن تونس، وتذكرون في البدايات كل واحد يا شباب يجي يعرفنا عن بلده، وهذه كانت في المجرة الأولى كانت جدا جميلة، مع أنه يعني ما استمتعنا بكل الشباب لكن بعض الشباب قدموا كانت فقرة جدا رائعة. فهي المساحة الحرة هذه لكم، المبادرة تكون منكم أنتم، وذكر ذلك يعني المبادرة تكون منك أنت، تيجي وتقول أنا أبغى أقدم للشباب كذا 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 كذا، وستجد مساحة، تجد مساحة، يعني نقول لك تعال في الوقت الفلاني هذا وقت مناسب الآن، سواء الوقت كان ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، قدم ما لديك خلال هذه الفقرة أو خلال هذا الوقت. فجزاكم الله خير، ترى الوقت كان معكم، يا أنه تقصير يا أنه حياء يا أنه عدم أو ضعف استعداد، تسويف ما في تسويف ممكن الشغلات هذه كلها. فجزاكم الله خير وبيض الله. المنشدين مو بجاهزين يا أخوان، والله ما مجهزين. مثلا معاذ بن زاكور، أنا صايب برل قندرل. معاذ بن زاكور قبلك. أنا أقدم معاذ بن زاكور عني يا شيخ، من خليه يقوم أول من النوم بعدين يسأل. أي إيش بك؟ أنا عاوز أكلم من قاعد تنود من أول ساعة وأنا رافع صبايا. تفضل اسأل اسأل. ترى عبد الله عبيد الحين هو اللي يدير الجلسة، هو اللي يدير الوقت إلى النهاية. لا 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 لا. ما شاء الله وعد من ما تجيش منك، هذه تجي من واحد آخر نقوله ماشي مشكل، ولكن تجي منك عمران مصيبة. لا هنا هو الإعلام والحطي أراح السماء والأرض. والله ضرب كل كتر من الناس. هنا المداخلة يعني صغيرة بالنسبة لأستاذ سامي والله. يعني هو تقصير منا ليس منكم، يعني من ناحية تحضير الفقرات. أنا كانت عندي دورة، صحيح أن البت ينتهي الساعة 12 ويكون عندنا اختبارات، يعني نكون مثلا نحضر المؤتمر الفردي أو المسابقة الجماعية وكذلك الدورة، وانتهاء البت مع الساعة 12 والصباح يالله يقضنا يعني النوم، فيكون صعب التجهيز. فمثلا الدورة اللي احنا كنحضروا تماما صح، فالدوره مثلا او المحاضره اللي نقدم كتكون من الاحسن كتكون مثلا من جهه الخبره او المهارات المكتسبه كما فعلت مؤخرا. ولكن اللي عجبني في استاذ سامي مثلا لما اقترحت عليه اليوم غد لقيت راسي في الجدول، يعني هو تقصير منا ليس منه. لا انا مش على الاستاذ سامي، لا 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 هذا اقول مقترح من عندي صح. لا لا استاذ سامي عرف قصدي بالمثال. انا خلاص زعلت، ترى القصد يا شباب إثارة الموضوع هذا ليس تبريرا واحد يرد واحد صح، لكن هكذا حصل خلال الشهرين الماضيه، وبقي 10 ايام تقريبا او ما ادري كم يوم. وش على المنشدين؟ السؤال يا عبد الله العبيدي، اقول منشدين الله ينفع بكم كلكم ان شاء الله امين وسعدكم. سؤال العبيدي، من هو الشخص الذي استفدت منه استفادة كثيرة وغير؟ هذا اللي سألته هناك، أنا اللي سألته هناك انتحر والآن بنشنقنا. والله اللي استفدت منه وغير بحياتي يعني الصراحة. تسلم الله يجزاك خير. والله هو كل الحاضرين هم أصحاب فضيلة أعزاء على قلبي، لكن هو صاحب اتزان ورجاحة عقل هم الجميع، لكن هو يعني عنده تميز ما أعرف، لأن ربما هو يعني أيضا معلم مثلي ما أدري. نعم هو المربي الفاضل وأخونا أستاذ سامي الجار. أستاذ سامي الجار استاذ استاذ رجاحة عقل، إحنا هبالة عقل. الله يغفر لنا لك. يعني احنا بالذات المجرة جاي من جدة أرقوزات. نعم شباب خلونا نمشي نخلي سامي العبيدي مع يعني احنا
يعني احنا جاي من جده الدمى انا اصلا متاثر بصوتك عندي سؤال شقوم يا شعب يا مجره يا بلد شقوم تفضل ابشر ماذا يقول يا قحط عبد الله عبيدي حبيبي انت في يوم من الايام اخذتني على جنب وحدثتني بحديث خاص وقلت لي سنقوم بعمل انا وانت لم نقم بالعمل لحد الان متى نقوم به حدثني وقلت لي راح يكون في عمل وتقديم وكذا وبعدين اكتب لا اله الا الله وتصوير وبعدين ما قمنا بالعمل ليش لماذا بس اتاكد من الوضع لا انا قد ضربت لك مثال ان اسمه ضربت لك مثال لا اله الا الله هي انا نريد ان انا اريد ان اقوم معك بالعمل ما فات شيء متى يلا عبد الله شوف بكره شوف العمل هو كان من المفترض ان نكون يعني مثال للعمل الجماعي في الدورة اللي مضت أنا ذكرت الآن العمل الجماعي الفعال وقلت نشاط من عندنا مثل النشاط اللي حصل ليلة مبارح لأن يعني والله صراحة لم أبلغ به وش النشاط اللي ما للعمل المسرحي اللي قام به الشباب فأنا كان عندي فكرة أن نسوي نشاطات بما أنه توزعنا في جروبات في العمل الجماعي كل جروب على هامش الدورة يعمل تطبيق عملي للعمل الجماعي الفعال أنت تأخذ دورة بالعمل الجماعي وبالأخير تطلع ببحث نظري شنو الفائدة منه فهذا اللي كان أظن يعني ربما ضيق الوقت وما سوينا شيء قوموا به إن شاء الله نعم إن شاء الله عندك اقتراح يا أخوان دقيقة شودة هاشتاج فل هاشتاج يا اخي كلها طلبات انا جيت عبيدي انا عندي اقتراح اخر 20 دقيقه عندي اقتراح لا يا ابوي انا عندي اقتراح ابراهيم ايش اقتراح عندك اقتراح انا اقتراحي ان عبد الله عبيدي يطلع اقتراحي ان عبد الله عبيدي يطلع كفايه كلام ما يطلع الحال يطلع مع المنشدين يحضروا حضروا وانتهوا الان نبغى نسمع ناشيد ابراهيم يلا يا بونشيت تفضل حبيبي يلا هنا عبد الله عليك عليك قد مرشدين يلا عبد الله عبيدي ما شاء الله عبد الله عبيدي يلا عبد الله عبيدي يا عبيدي والله انبسط صح حسيت انك علي رئيس فرلا قندرلا يلا يا شباب ثلاثه عند البلا حبيبي وقربنا يا شيخ جاهزين يا شباب يا نصر شيخ عبد الله ابراهيم قياده عندكم يا شباب ارفع الطبق شوي يا شباب 1 2 3 4 5 يا اخي انتوا ايش روح بدلك معك كلنا معك نبدل خش يا شباب اطلع كن ما الله ترى الله معك واتركي الكل وحذر طمعك لا تطفي شمال
وسلام باركات وزكيات
محمد طال البدر علينا من ثاني نعم. بل إنها صحراء جيدة جميلة. لا ليش الجميلة؟ لقد جاءت القافلة، جاءت القافلة. أين هي يا عبده؟ جاء رسول الله. جاءت القافلة طالعة. طبعا طبعا ينسبون في المسلسلات إنه هذه القصيدة كانت موجودة وهي ليست موجودة، صح ولا لا؟ نعم. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار إذا خذوا
السلام الله عليك يا عبيدي بدعت وانت خارج من المقرة وين الابداع هذا ما شفناه بالسهرات ليش وختامها مسك ليش مخزن هذه العينات الحلوة لو ندري كنا لبسناك من زمان عمة الله لأنك دائما في ال وأنا جعان محتاج يا حادي أشرد هنا عبد الماني جيد عبد لا لا ولو عليك الضمان أريدك لكن باقي عندنا كثير انا بس وان قول مستسلم لأنه الطبقة اللي بديته دو. بها لحظة كانت عدو الطبقة اللي بديته بها المفروض ما تكملوا بها أنتم مشيتوا على ريتم واحد وهذا غالبا زي المكيف المكيف إذا مشى على ريتم واحد الناس نام فلازم مرة يزيد الصوت مرة ينقص خليني أقول لك فبالنسبة صح يا فهد تسمع خليهم كذا عايشين أنت متأكد أن اللي في بيتكم مكيف ولا دباب أربع عجل ايش اللي على رتم واحد هنا دباب نازل من العقبه انت يا سلام يا شباب يلا بالله حلقوا بنا وحددوا لنا بس غيروا الطبقه يا شباب هذه ما تخدمكم ابدا طبقه كيف كل شيء تمام تمشي بطبقه واحده في ثلاثه شيء مجدي ارفع افتراقا وشتات قد نرى فينا صراعا وافتراقا وشتاتا بين أفياء الحياة فلنكن ممن تخلوا نفسها يا الحياة كلمات المشكلة والله استلمت أفشل نسويها يرتقي بعد ما مات يلا وانتوا يلا يا شباب أفياء الحياة والدروب القاتمات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات بين أفياء الحياة والدروب القاتمات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات فلنكن ممن تخلوا عن مسار الشتات قل لكن في الود رمزا نلتقي بعد الممات فلنكن ممن تخلوا عن مسار الشائكات قل لكن في الود رمزا نلتقي بعد الممات بين أفياء الحياة والدروب القاتمات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات ايش بكم عدتم عن مسار الشائكة ولكن في الود رمزا نلتقي بعد الممات بين أفياء الحياة والدروب القاتمات
قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات. قد نرى فيها صراعا وافتراقا وشتات بين. احنا نعرف من صحيح كيف. يلا يا صحو طاش كراش طاش كراش طاش كراش والشاهد تقوم ولا ما تبي تقوم؟ اعطيك واحده هذه الواحده. اي والله هذه جاهز. ها فردي هذا. هذا المسابقه الفرديه هذه. هوني يلا. واو لك الجو. والله من جد برد. والله وصلوني لين عندك برد صح؟ برد يا رجال ثلجت. حب النبي سرى قلبي فازدهر أنا ولي دربي ونور البصر أنا ولي دربي ونور البصر هي 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 جمال طلعتي قد أخجل القمر جمال طلعتي قد أخجل القمر يزيد ناظره يزيد ناظره حسنا إذا نظر حب النبي سرى سرى في القلب فازدهر حب النبي سرى في القلب فازدهر أنار أنار لي دربي ونور البصر أنار أنار لي دربي ونور البصر هي 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 طلعته قد أخجل القمر جمال طلعته أخجل القمر يزيد ناظره حسنا إذا نظر يزيد ناظره حسنا إذا نظر حب النبي سرى سرى في القلب فازدهر حب النبي سرى القلب فازدهر أنار أنار لي دربي ونور البصر أنار أنار لي دربي ونور البصر هي 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 أندى العباد يدا أجلهم أثرا أندى العباد يدا أجلهم أثرا أهدى الحياة هدى ونور البصر أهدى الحياة هدى ورتل السورا حب النبي سرى سرى في القلب فازدهر حب النبي سرى في القلب فازدهر لحظة القناة العامة إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية نرحب بها ونرحب بكل من يتابعنا على هذه القناة. أنتم تتابعوا برنامج المجرة اثنين المجرة اثنين الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من تركيا وبالتحديد من اسطنبول برنامج واقعي تنافسي يضم 21 متسابق من 16 دولة لأن تركيا انضمت في وقت من أوقات هذا البرنامج. متابعة ممتعة لسهرة هذه الليلة الإنشادية الجميلة اللي نودع فيها واحد من المتسابقين عبد الله العبيدي من العراق إن شاء الله بإذن الله تعالى نشوفكم قريبا شركاء في شبكة المجد الفضائية. أخلاقه زكى والقلب والبصر أنوار سيرته تهدي من اعتبر أنوار سيرته تهدي من اعتبر ما مثله أبدا فوق الثرى عبر ما مثله أبدا
فوق الثرى برى سرى سرى في القلب فازدهر حب النبي سرى في القلب فازدهر أنار لي دربي ونور البصر أنار لي دربي ونور البصر هي 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 أنوار سيرته تهدي من اعتبر أنوار سيرته تهدي من اعتبر ما مثله أبدا فوق الثرى برى ما مثله أبدا فوق الثرى برى حب النبي سرى سرى في القلب فازدهر قولوا حب النبي سرى في القلب فازدهر أنار أنار لي دربي ونور البصر إن عزت اللقيا فالشوق ما فترى إن عزت اللقيا فالشوق ما فترى والحوض موعدنا نلقى به الظفر والحوض موعدنا نلقى به الظفر حب النبي سرى سرى بالقلب فازدهر أنا رلي دربي ونور البصر والله أنا رلي دربي ونور البصر هي 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 شوفوا مع ان الوقت ضيق لكن المنشدين قدروا يعملون لنا توليفه وباقي حنعطيهم اكثر. عبد الله العبيدي انا اقول لو ما يجيك من البرنامج الا شغله واحده فقط انت اليوم بتغادرنا، لكن في يوم من ايام المجره عملنا حمله من اجل ان يكتمل هذا الوقف، وقف القران الكريم بمكه المكرمه التابعه لجمعيه مكنون، جمعيه تحفيظ القران بالرياض. نزل الصوره بالتصميم في الهاشتاج، صح ولا لا؟ صح اتذكر. أنا أقول والله لو ما يجيك من البرنامج إلا مشاركتك في هذه الحملة لدعم وقف القرآن لكفت. فبيض الله وجهك والله يرفع قدرك. وأنا أضيف إلى كلام أخي وليد بصالح الله ينفع به أن الأمور طيبة وكلش تمام والأمور بخير. بصراحة نشكرك على المسابقة القرآنية الذي يعني التي فعلتها أو عملتها في هذا البرنامج، أنت وعمران والشباب كلهم كانت صراحة من أجمل الفقرات الموجودة في الله يرضى عليك كلها جميلة، لكن شرف لي أنا أجلس يمك وأحكم صراحة. أجلس يمك وأحكم. أعطيني صدى يا عسلي. أجلس يمك وأحكم. اشتغل كلب. أجلس يمك وحكم أنا أجلس يمك وحكم وعمران كان بيمنى وانت كنت بيسرى ويوزع لا لا ما العلاقة دي ما علاقة والله وانا وانا ما في النشيد وفي الخط وين حاب توصل بالنشيد؟ هلا جوالي وين برد حاب تروح بالخط؟ يعني ايش امنيتك ان يرسل خطك يشتق شيء تتمنى انك تسويه بهذا الخط الجميل؟ حاب يوصل نشيد السلطان الفاتح والخط احتمال اتكوي ولا قدم زاده لا لا ياثر عليك هاني بالاجابه لانه هاني يعتبر في المسابقات يعتبر
وسيلة مساعدة. نعم. والوسائل المساعدة ما هي موجودة في المجرة. كثير بعلك عليك. شفت يا سامي؟ شفت وين وصلتني يا سامي؟ والله أبو عمر بطل والله. قال لي أنا حسب اللي فهمته من أبو عمر يقول أن هاني المفسد الأول للمسابقات. ما تنسيت إبراهيم. لا هاني والله عسل بس أحيانا يصير خل ولا هو عسل. الأصل. هذيك اليوم جلس خل 17 دقيقة على قولنا. لأنه ما في شر محض. يا شباب باقي 20 دقيقة. يلا أسلم. خل يا شباب. باقي 20 دقيقة. أسلم شيخ بالشيد وين توصل به بالخط العربي شيء. الخط العربي هو مقترن بالقرآن الكريم. نعم جميل. فإذا درسنا القرآن الكريم بالتلاوة ودرسنا الخط العربي إحنا راح نتخرج جيل قرآني. أنت إيش تتمنى يا عبد الله؟ هذا هي الأمنية الشخصية. أنك خطك وين تريد أن يصل؟ إلى أين تريد أن يبلغ مداه وصداه؟ أن يخرج أجيالا تكتب القرآن الكريم. جميل. أما الأمنية اللي في النشيد؟ في النشيد الأناشيد القرآنية حصلا. أما على الأمنية بشكل عام ما شاء الله. شو القصة؟ تفضل تفضل نعم. بعدين أجيك بعد الساعة 12 يا إبراهيم. أجل دقيقة قدامكم دقيقة بالضبط. عبد الله الجلسة لا باقي لك 20 دقيقة. ايه باقي لي 20 دقيقة صح. أما أمنيتي بشكل عام كنت يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علي في رزق يكفيني ويكفي شقيقتي التي استشهد زوجها بإذن الله. بإذن الله يجي الخير بإذن يا الله. رب بإذن الله. وأول الغيث قطر ثم مطر ثم ينهمر. يا ناصر سي عبد الله أسلم تفضل. أخ إبراهيم أنت في العقد أنه لازم دقيقة. ناصر سي عبد الله عندي لك طلب للشباب جميعا. نعم. جانا خبر الآن في هذه اللحظة. نعم. أنه الجميع نعم يفسخ جاكته يا شيخ. نعم. نبغى نعفلها يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي شيل معايا الكنب هذه شيلوها يا شباب. شيل القصة. شيلها شباب شيلها. شيلها هناك شيلها هناك. أعطينا الفكرة. ما في فكرة هي ما في فكرة. فكرة حمل بس. قدها. أبغى يفضل مكان هذا. أبو أحمد تعال بالله خذ الكادر هذا شيخ. حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة. الفقرة هذه اسمها كيف تحلق بنا. اسمها إيش؟ كيف تحلق بنا. وتحدد الشنب. وثم تنبسطوا من الانبساط والشرح. سدوا شباب كل واحد جالس. الان كم عددنا؟ واحد. روح هناك بالله هناك بين عمران وهذا بينهم 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 هنا برلة هي بينهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة العبيدي. نحن فريق هنا فريق. سبعة ثمانية شوف فرنتي شوف فرنتي وين حطوا هنا كمان شوية. تعالوا السؤال الأول يقول ايش هو هذا؟ تعالوا هنا اثنين. لا انا لعبه خاصه اخرى. لا راح تشوفها بعد شوي. دقيقه بس. واحد يا شباب يلا اثنين دقيقه. انا ايش على الله يسعدكم. انا لحظه لحظه هذا السؤال الاول. انا ايش علاقتي انا ايش علاقتي بالسؤال الثاني؟ حتى تفاجأ بالسؤال الثاني. سامحني والله. السؤال الثاني عزروق وزياد بالله تعال هنا. اوكي سريعا سريعا. السؤال الثاني يقول وش هذه الفقره ذي؟ اول واحد يجاوب اول واحد يجاوب يا ناصر سي عبد الله. من هو مؤلف كتاب بدائع الفوائد؟ لا تحد بدائع الفوائد. بدائع الفوائد ها ابن القيم. لكن انت استرجعت الذاكرة قبل ما اخذت السؤال. لكن ما هو هذا السؤال. السؤال من عندي انا. من هو مؤلف كندريلا؟ اسف ابو عمر. من هو مؤلف كتاب ها كليل ودم؟ لا 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 عادي عند ابراهيم عندي. اسمع لو فيها كتب نستعين بعمران تعبي. لا لا اضواء البيان ابو الخير. الشنقيط. اجا مرتمج الله فريقه. يا سلام طلعوا لنا واحد من هنا ما يتكلم. عمران 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 قالي ما تتكلم. اسكت 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 لا تعال تعال بس لا تتكلم ما تتكلم.
ولا تنقل احد ولا تنقل احد وش ولا شيء والله عليك والله عليك يسكت فعل فقر احتمام ويقول ايوه كذا ايوه السؤال الثاني يقول مدينه من مدن مدينه بحى عراقيه لان اليوم عراقي واصل مدينه من مدن العالم من مدن وليس من دول مدينه من مدن العالم تبدا بحرف الذال ذال دمار 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 الله وكان نفس البروفات ثبت واحد مقداد مقداد سخته غيرك بس يا كور سكوت لا تتكلم ليش ليش هو دقيقه بنتشاور لا لا قال مقداد نتشاور نتشاور مشاورة اخي ثبت واحد ما يجيب الغايبه فينا طيب خوف مقداد ما عنده شيء رجال ما عنده شيء سامي جر الله سامي جر الله ثبت ثبت لا 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 ثبت انت لا تقول اختار سامي جر الله يا قوت يختار شباب قوت بيختار يا قوت لا 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 عاد العين عشان اقول الغاز عشان اقول الغاز الله ما قدر بيطلع على مره هو رئيس الممثلين صح يطلع باب مجرب يفك الباب احنا اربعه يا اخي ما في باب مجرب مين؟ مين؟ معاذ العيد بليز كول مي ستة السؤال الثاني معاذ العيد السؤال الثاني يقول كن معنا وقت يا شباب والله الا فقره حماسيه ذي وقت ينتهي بسرعه لما تكون في فقره حماسيه ذي كذا السؤال الثاني الثالث 17 من من الجمادات الموجودة في ايش؟ جرة في الحلاق مقص مقص ما قلت الحرف اوكي ثبتكم؟ قول اسف عم ابراهيم اسف عم ابراهيم في محل في محل المقص الرفع ايوه الرفع الحلاق من الاشياء الموجودة في الحلاق ايوه حرف طيب عبيد ما مشيت سنبه شكرا عبيدي لايك اهل الموصل موجود بحلق بحرف بخط بحرف شين كلها بالميم ماكينه مقص شين بحرف الجيم جل جل لا 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 والله تنصف مين لا 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 بس ما قالت ناصر سي ناصر سي يا وش الملعب كيف راح نبلغ الجن لحظة جولة واحدة بلا ولف واحدة معليش ابراهيم سؤالك سؤالك لا لا سؤالك رايع وهم اللي جاوبوا سامي لا لحظة مروان وليد وليد انتم جاوبتوا صح حلو بس بدون مطر سامحني شيخ بدون ثلج الله يسلمك ارش فيك شكرا اسمع انتم وقف القران بمكة هذا انتم قلتوا جل من حقكم لكن لكن هذا تخصص الشيخ اي انواع الجل لا جل البرودكت لا 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 خليهم اتحداهم يطلعوا اسم اف ام اي شيك اي شيل عاد عاد لا لا معناها مبلل مجمد لحظه انت ومجعد اصلك لا لا والله جل اي نوع من انواع الجل مثبت مثبت روح يا قلبي السؤال لحظة وقفني طيب يا مروان فارس السيد لفة واحدة ما تتكلم لفة واحدة بس عمران أرجع أنا أرجوك أتكلم أنت خلاص أتكلم؟ إيه لفة واحدة بس بالله يا أخي الحاجات الحلوة في الحياة تمر بسرعة السؤال يقول من الجمادات موجود في محل الجوالات بحرف أتحداكم جيبوه خليكم تفرفروا هنا خليكم إيش؟ تفرون استنسون تبسطون تكترق شباب قاسم عمد مدف الله متيه ايه موجود في محل الجوالات بحرف بصوت عالي اللي بيجاوب انا ما بركز انا ترى انا اتعب نفسي يا اخي بيقبل خليني اتكلم يا اخي الناس يا اخي انا بيقبل يا اخي النظرات خليني اكلم بحرف الزاي زراعة
الله زوجات لا لا هو اول واحد بس ما سمعته أدم. هو اول واحد سامي جرى الله ايش هو سامي يسلم عليك سامي جرى الله يعني ما يتكلم ما يشارك معهم ما يجاوب الله يجاوب ايوه ما يجاوب لانه ذكي هو ذكي هو ذكي سامي يسلم عليك انه يحبك والله جاوبنا بدون اجابه ما يساعد اقول هو فعلا مطوع ترى من يفطر معك الصباح انا وياك صح دائما طلع طيب تميم يرجع بيجي ان شاء الله سامي جرى الله لا لا ادم قلنا سامي جرى الله ما يطلع هو بيطلع حلو حلو ادم ما تسمع كلام وليدي ادم سامي جرى الله لا لا ادم قال غيره شوف ادم يا ادم ادم طلعني انا دقيقه وليد وليد ادم شفت يا نقيب الان الان لك لك ان تختار واحد يتثبت انا ما فهمت ايش المطلوب ثبت واحد ثبت واحد مجدي 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 عبد الغني السؤال الثقافي السؤال الثقافي من هو تختار واحد من هو الصحابي الجليل يلا يلا من هو الصحابي لا من بدون حرف هو يقول هم وقف مجدي عبد الغني يلا يلا ابراهيم عبد العبيدي بغسه ثقافيه يا اخي بس بيت الله يسامحك شو تفاول شيخ والله بلا جمال عبيد الدور ها ها سقى ابراهيم تتكلمون اللي طلعوا ما يتكلمون اللي طلعوا انا اتكلم خلاص الحين من هو الصحابي ابراهيم يلا يا ابراهيم يلا لا 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 والله شوف في واحد انبسط انه سوى حاجات في حياته يندم انه سوى حاجات في حياته من هو الصحابي يلا دقيق في مداخله معنا تانجو مكالمه تانجو لا لا مش تانجو على الماسنجر الماسنجر اوجه تحيه لاخوي الغالي احمد ابو مزيد نسمع تحيه لحبيب الاحباب اخويا محمود الله يحفظه وكذلك محمود وشقيقتي ام عبد الرحمن وام عبد الرحمن واختي الله انت كلها حط يعني الله يسعد قلبك ولجميع اهل الموت والجمهور المجد كلهم نبلغهم التحايا السؤال يقول من هو الصحابي الجليل الذي نعم مجدي انت ثابت هنا صح نعم والمسرح هو اللي هزال الله يسعد قلبك طيب اسمك ايش انت اول مره اشوف توت يمشي على اسمعني اسمعني السؤال يقول من هو الصحابي الجليل الذي يبدا لا 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 هو ورد هو بالحروف احنا نبدا بالحروف يلا ولا تبغى معلومه من هو غسيل الملائكه سوا 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 انا اول سوا سوا يلا طيب مقداد هذا اسلوبك معاه يا حياتي عمري اعطيني لايك شكرا ابراهيم الحين انا والعبيدي فريق بالحالنا لا 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 محكمين ايه برنا بس ما تجاوب لا لا ما اجاوب هذا سمعك يا عزة هو يسال من هون ويجاوب من غد اول ليش بعده فلان المعلومة دي قدمت ابن خلدون يا قبل ما ينسى ابراهيم من هو القائد من هو الذي من هو الصحابي من هو الصحابي الذي قاد جيشا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد فريقنا فريقنا سامي جرى الله سامي جرى الله خلاص ها قشت قشت حنين سامي جرى الله ترى اول يسوي القهوه اسوي لك يا ابراهيم الحين تحطني لجنه تحكيم انا وابراهيم النقيب ثبتوا 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 يا انا ثبت ناصر سي عبد الله ناصر وياك ناصر الله يثبتنا وياك معليش ناصر نجح البقرة رجاء تضحك عليك بعدها اضبطك عدل احبك والله ناصر اضبطك عدل نجح خلي لي هيبة ولو مرة واحدة ولا اسمع نفس موعدني بتريليتشي ابشر يا ابراهيم ها ولا نفس لا تقول ابشر ناصر موعدني بتريليتشي ناصر بتريليتشي السؤال ابشر يا يقول انا رجعت من هو الصحابي الجليل صعب صعب الذي توفي في سنة 57 هم الله الله إبراهيم إبراهيم يا دود اختار 56 ولا 57 عندنا غلط جوابه غلط لا ما خلتني أكمل يا شباب 56 أبو هريرة رضي الله عنه وليس 57 لا بس حبيت أديكم جو يا رجال صبعونا كتب
ابو هريره 57 بس فيه امراه حرسيه ملاحظه ثانيه تعال 56 اقرب منه ابشر طال عمرك والله لا جبنا ليش الصاروخ الشكل قبل الاصوات لا لا ما حد شارك 57 3 ابو هريره كان توفي انا جابه 57 دائما يجي اجابه صحيحه 7 انا قلت كم الرقم لا لا مجدي والله انت طيب 57 مشهد مسخر وعائشة رضي الله عنها نعم ياثر عليك ابراهيم يا قلت معك ثاني اثنين حتطلع برا انت واحد يلا في الزفور يا شيخ هو نايم ما يتكلم ده ابراهيم ابراهيم الزفور ميت معك بالزفور ميت عمر لا اطلع بس بس انا عاوز اطلع دقيقه خل بطاقة الغرفة وروح يا قلت يا قلت السؤال يقول انا اقترح ان تنتهي بالتعادل لا 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 سكر سكر السؤال يقول من ترى انا ما اعترضت قبل شويه ما انت جاوب ترى يلا المايك المايك فارس ما شاء الله ابراهيم ابو بديع ابو ممكن عبد الله العبيد يسال هذا السؤال لا ها لا ما يسال انا عبد الله العبيدي بالله ركز مو مع هذول ولا يسال ذا السؤال لا خليه كذا هو 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 جوكر اذا جاوب يطلع واحد من الفريقين سؤال الجوله انت 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 فراشتنا اليوم السؤال يقول من هو مؤلف كتاب قام عمران يا ابراهيم ابراهيم ابو بديع عبد الله العبيدي ممكن يسال هذا السؤال حيسال الله لا يشغلنا الا في طاعته قول امين يلا عبد الله لا للفريقين من هو مؤلف لحظه يا ابراهيم ابو بديع عنده سؤال يا اخي وليد معاهم والله مع المسال اسال سؤال للفريقين بصوت عالي من اسال يا عبيد لحظه 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 من الذي سينشد وتذكرت زماني معه لا 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 نقيب نقيب اسحب سؤال اسحب اسحب اقتراح يا السؤال يقول من هو فكر لا ثبت لا عاوزك عاوزك سير روح مين انت عشان تعوز من هو من هو كتاب من هو من هو كتاب من هو صاحب كتاب الرحيق المخدوم صامي جار الله صامي جار الله وليد بصالة وليد بصالة طيب عدي اعتبره ميت شايف يا تعبان يا خوان اول اجابه وقفوني كلهم شايف قول لي مدري ايش مدري ايش خلاص خلاص عشان ما توقف بكره في الرياض ان شاء الله شغلك ممكن نرجع في التوقيف يا خلصت سامي القش ده راح ما هي السؤال ثبت مين اوه يا وليد انا بالعاده عشان تعرف السر أنا أثبت من أحبه. الله أكبر. أسأل الله ليثبتنا. وأقترح وأقترح الآن صراحة أن نبدأ ب وتذكرت زماني. ها؟ السؤال الأخير هذا فاصل. طيب يلا الفاصل. السؤال الأخير هذا فاصل ما هي عاصمة البيرو؟ البيرو. نجيب انت تعرف؟ ايوه ايوه ايش؟ ليما اجابه صحيحه عبد الرحمن ونقول مبروك للجميع وتذكرت زماني ما هم اه ما اجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغم ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا لا 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 مستبد ذلك الشوق الذي ملأ القلب ولم يترك مكانه هو في جنبي ولا أملكه فأعان الله من بالشوق عانى عانى لا 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 لا
سألنا العمر عن ذكرى سانا ونسينا كل شيء حولنا نسوة الأشواق هزتنا الزمانا لا 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 وين الصوت لا 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 وتذكرت وتذكرت زمان ما هو آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لن تغل ذكرهم لو نسينا الدهر لن تنسى هواه